يا جماعه، هو احيانا الضيوف يفرضوا عليك نوع القضايا التي يجب ان تناقش وان تثار، فبيبقى عندك لعيب بحجم الكابتن محمد جوده تحول الى محلل وناقد وراجل رصين جدا ومدرب. وهي خبره تدريبيه ادته الكلام ده، ونتمنى له طبعا التوفيق ونوصل لابعد مدى فيها، وده متوقف عليه برضه هيطور نفسه في الاتجاه السليم. وصحفي كبير استاذ احمد ايوب، فالقضيه اللي موجوده اللي كنا بنناقشها دلوقتي، هو كره اصعب ولا اسهل؟ افرزت بعد كده، طب هو احسن اسلوب تجيب بيه اللعيب ازاي؟ باختيارات المدرب ولا اختيارات النادي؟ النادي كسياسه يعني، بره في حاجه اسمها المدير الرياضي، نتمنى نوصل للسيستم ده اللي بيبقى يعني هو في ايده كل حاجه ومعايش تماما للفريق وعارف احتياجاته. انت كابتن جوده، لو انت يعني اتيح لك ان تكون صاحب قرار، تمام، يعني هو تختار اللعيب ازاي؟ من وجهه نظري احنا جبنا اسمين كبار جدا في عالم التدريب، بيب جوارديولا ويورجن كلوب، فاعتقد اللي ينطبق عليهم ما ينطبقش على مدربين كتير جدا. يعني انا كاداره مانشستر سيتي اما اجيب بيب جوارديولا اكيد هديله كل الصلاحيات لثقتي فيه وهستحمله، وهستحمله طبعا لثقتي يعني فيه الشديده جدا. خسر اول ما جه، خسر كتير جدا، بس اعتقد ان هو مدين له كل الصلاحيات حتى في شراء اللاعبين، واختياراته دايما موفقه، وهو عنده فكر بينفذه في اي نادي بيروح، فدي من السهوله جدا، من السهوله جدا لو انا مسؤول وجبت بيب جوارديولا هديله كل الصلاحيات. عكس اما اجيب برضو حد اقل شويه، لازم برضو يكون فيه زي ما حضرتك قلت مدير رياضي، لان المدرب وخصوصا في الانديه الكبيره الجماهيريه الخساره عندها بتسبب مشكله كبيره هي جدا دي النقطة. للاداره قبل الجمهور، ما اقدرش اديله كل الصلاحيات. يعني انت شايف ان الجمهور قد لا يتحمل مدرب المشروع؟ لا، في فين، ما هو ما هي دي النقطه، في نادي منتصف الجدول، في نادي بيبحث جماهيري ولا لا، بيبحث عن ان هو يكون في نوع من الاستثمار، ان انا اجيب لعيب يعني مغمور شويه المعه ويبقى لعيب كويس وابيعه بملايين، ودي بتحصل في انديه كبيره جدا، عكس يعني عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي وعايز اقول اي منظومه باشمهندس عايزه تستمر بتحافظ على الكفاءات اللي عندها، انا مش بتكلم على الكوره بس، بتكلم عموما، لازم تحافظ على الكفاءات، لازم يبقى التخطيط زي التنفيذ. في انديه كتير جدا يعني بتشوف التنفيذ وبتسيب التخطيط، وفي انديه كبيره جدا وبدون ذكر اي اسماء ما حافظتش على الكفاءات اللي عندها وبترجع تلوم نفسها. لا، لابد زي النادي الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش فكر ان انا جبت ده بمليون دولار هبيعه بخمسة مليون دولار، لا، في النادي اهم والنتائج اهم والبطولات اهم، فالاحتفاظ بالكفاءات دي نقطه مهمه جدا. ما اعتقدش نادي زي النادي كبير زي النادي الاهلي بيبحث دايما على البطولات والتعادل عنده هزيمه اقدر ان انا اعمل مشروع او استحمل سنتين ثلاثه لغايه اما تكوين فرقه. لازم لو قدر الله لازم حصل دروب، لا حصل دروب برضه لازم تمشي بسرعه، لا يعني نمشي بخطين متوازيين يا باشمهندس، امشي في طريق البطوله ومن خلاله حد مثلا لعيب متميز جدا بيبتدي يكبر في السن لازم ادخل واحد وراه يشوفه بيعمل ايه، بيتعامل ازاي، حتى في اوضه اللبس يشوفه بيعمل ايه عشان اما ياخد دوره يبقى موجود معاه. ما اعتقدش ان انديه كبيره يعني كبيره وبتلعب على البطولات تقدر تستحمل المدرب المشروع او تقدر تستحمل المشروع، لازم قبل ما اوصل ان انا هبتدي اتغلب او تضيع بطولات كتير لازم التدعيم حتى لو بلعيبه صغيره تكتسب خبرات من اللعيبه الكبيره. انا طبعا يعني متفق معاه مع اختلاف حاجه بسيطه جدا، انه مفيش فارق او مفيش خلاف ما بين مدرب مشروع ومدرب بطوله، اقدر اجمع ما بين الاثنين، بس يبقى عندي ده ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان انا اكون جايب هذا المدرب اللي قادر يعمل مشروع فعلا وعنده مؤهلات المشروع. اتنين، اني ما استسلمش للجمهور وما اخليش الجمهور يحكمني، ما اخليش الجمهور يحشدني او يخليني في حاله نرفزه، ودي. تلاته، ان اختياري للاعبين يكون اختيار مبني على فكره المشروع. وده حصل في الاهلي مع مانويل جوزيه. وحصل السنه اللي فاتت لما الاهلي خلاص عرف انه فقد البطوله
كان قرار الاداره كان في واقعيه بالظبط. قرار الاداره لا تعالى بقى نشتغل للسنه الجايه ونعمل مشروعنا ونطلع شبابنا. وشفنا مجموعه لاعبين شباب رائعين طلعوا وكانوا موجودين. والمناسبه برضو حتى نادر ايضا فيريرا في الزمالك طلع مجموعه لاعبين كويسين، نيمار وسيف جعفر، والمجموعه دي طلعهم وقدر يشتغل. لكن هرجع للنادي الاهلي، عمل هذا الفكر وقدم، لكن المدرب ما قدرش، ما كانش مدرب مشروع. خلينا ابقى صريح، موسيماني ما كانش مدرب تفكيره مشروع. تفكيره اختلف في اخر 6 شهور بالظبط، ما كانش مدرب مشروع، وكان عنده حاله من النرفزه لدرجه انه كان احيانا بيلف يكلم الجهاز الفني ما بيكلمش اللاعبين، كان في حاله غريبه. لما جبت اتاثر بالضغوط الجماهيريه بالظبط. لما جبت كولر، احد اهم مميزات كولر اللي انا بعتبرها احد اسباب سر او سر نجاحه هدوءه. اسمع على مسام يفكر كويس. هدوءه جدا كولر. ما بينفعلش، واقف باصص مركز، عارف هو عايز ايه، بيستشير اللي حواليه مع كابتن قمصان ومع بيستشير، فعارف هو بيعمل ايه، وبعدين بيعمل روتيشن وعارف هيدخل اللعيبه الشباب الجداد اللي هيستفيد منهم بعد كده ازاي، بيدخلهم وبيبدا يشركهم في المباريات في وقت هو خلاص مطمن للماتش، عارف انه كسبان 2-0 او 3-0 او فارق، فبيدخل لعيبه جداد. فده مدرب مشروع. انا شخصيا حتى لما في كاس العالم للانديه خدنا الرابع ما زعلناش، وكلنا قلنا لا احنا عايزين كولر، كان ساعتها قال لك كولر، لا احنا قلنا كلنا على احنا عايزين كولر يستمر، لان احنا شايفين في المدرب ده في كوره، لا في كوره وبيدي حاجه وعامل ومرجع او مدي شخصيه الاهلي اللي معروفه عنه. انت عارف كولر عمل حاجه غريبه جدا، المؤتمر اللي قبل الهلال، كان قبل الهلال ولا كان قبل القطن؟ كان قبل الهلال. مين اللي حضر معاه على المنصه في المؤتمر الصحفي الفني؟ محمد فخري. دي انا شفتها رساله هايله جدا بالظبط، ما حدش تقف قدامها، ان رغم فخري لا يشارك كثيرا لكنه بيقول ايه ده المستقبل، انا عارف شخصيته وعايزه يثق في نفسه وعايزه يبتدي يتمرس على القياده، وان هو يعني هذا نوع ده حاجه هو ده يعني. بالمناسبه برضه عايزين ناخد نموذج تاني في الدوري الانجليزي، ارتيتا مدرب الارسنال ده استحملوه قوي بالظبط، يعني اعتقد لو اي نادي ده كان ماشي ارتيتا من بدايه السنه اللي فاتت وكان في كلام تمام، كان في هجوم عليه. النهارده هو رقم واحد في الدوري الانجليزي وعامل فريق رائع جدا. انت عندك تقدر تعمل ده، بس اول حاجه فيها مش المدرب بس، شخصيه الاداره وقدره الاداره على التحمل، اداره النادي، الثقافه العامه بقى بالظبط بتاعت الاداره وبتاعت المناخ العام بالظبط. يعني دي اعتقد ان مش سهله. انت لازم بص يا كابتن محمد، الفارق ما بين الشخص، انا النهارده قاعد بتفرج على الاهلي اتغلب لا قدر الله، او ببقى منفعل اقول ايه غيروا المدرب شيلوا اللاعبين. طب انت قلت جمله كده خطف، ما هو ده النقطه المهمه، كنا بنقول ايه حضرتك قلت ايه، صالح حسين كان بيقول ايه، النادي لا يدار من المدرجات. طيب دي كلمه ليها ان انا اقدر اتحملها، يعني انا لما اقولها يبقى انا اتحملها، عندي شخصيه بالظبط. انا مش لا يدار من الاداره من اجل المدرجات اكيد، ولكن ليس منها بالظبط. هو ده تمام. قدره الاداره والشخصيه اللي قادره على تحمل هذه المسؤوليه دي مهم. وانا لسه كنت هبكمل، احنا هنا 4 ممكن الاهلي يتغلب او يتعادل او ما يعجبناش نزعل ونكتب. انا ببص بشخصيتي، انا عايز افرح عشان عايز اقول لزميلي الزملكاوي او بتاع البيراميدز انا غلبتك، انما التحفيل كاداره موضوع مختلف، انما الاداره بقى بيبص على مصلحه النادي كاملا.